ناوي اتعمر في وظيفة ابدا، كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحية التانية. بطل يا اخي قلة ادب، بحسب حد بينادي. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكالي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته وصممت يجي يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. ما تقلقش اصله لسه ما افطرش. بعد اذنك يا نادر بيه، انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني، وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده، هو بيتكلم عن سميره زميلتك في الكليه؟ لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميرة دي زي أخته. إيه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض، الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع، اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده. قول لي مين. طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا، ما ماتش. أيوة، ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت نادر بيه ولا تعبت نفسي. دول إخواته. يلا يلا يلا، بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي، يلا امشي امشي، بلا لعب عيال. كلام فهدك، وخد أبوك في بطنك وتفضل اطلع بره. امشي برا، امشي. ما تخافش من صوتك، ما تخافش من الصوت. يلا، مش ممكن نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد، روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي، امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى، سلام عليكم. هلا، ايه العيله دي؟ الناس دي ازاي؟ صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعه. لا، في حاجة سخنة؟ في مانجا سخنة. لا، ده في قلة أدب وسفالة. يا نادر، واضح إن في ندالة وقلة أصل. ليه يا نادر دلوقتي؟ ليه كده؟ ليه كده حضرتك؟ أنا أيوه حبيبتي، في إيه اللي أنت جاي وشغال عندك ده؟ أنت تاني عمل إيه؟ بيعاكسني أنا وهبة، والمصحف معاكسني هبة. بتعاكس غادة هانم يا بقى. وغادة هانم يا بقى، فدي تطلع مين؟ دي تطلع من مراتي يا حيوان. يا نهار أسود منيل. طب بالنسبة لهبة ظروفها إيه؟ اطلع برا. ماشي 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 برا. الله الله، شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الان على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايز حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم، بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول مفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا، طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ تناوي تدخل الحرب؟ ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش وخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني، اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صح لي كده. ها، تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله، حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا، مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا اخي. ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد. انا بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت، اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا. شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمة، ها، ذو
ذو بأس حاد النظر طبعا لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل ما ينفعش 205 وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس هي دي مشكلة أنا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير بودي جارد يا دوب ألحق أجهز نفسي خبيك فين؟ هي يا عم خبيني في أي حتة ده أنت كلك مخابئ خلاص تحت كلني والله برافو عليك يا جمال يا ابني دايما مشرف أبوك ده أنت بعت أسود مش بني آدمين ما شاء الله ما شاء الله ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي ما شاء الله ما شاء الله حضرتك خريج ايه فنون جميله يا فندم فنون جميله انت اكيد فنون قتاليه فنون متوحشه جميله وساعتك كليه الطب قسم التشريح طبعا قسم تأتيل انما طب ما شاء الله ما شاء الله طيب يعني مبدئيا كويسين قوي اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم تفضل تفضل بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي لا والله طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل ايوه صدق ما تبصلوش بقى ما تبصلوش وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد طب ما تقول يا اخي الاولاني ده اسمه ناهض تاني ده اسمه داغر تالت ده اسمه فايد فايد طبعا لازم يبقى فايد الرابع ده بقى اسمه اشرف ايه اشرف ده اسم غريب قوي ماله اشرف بس مراته خانته وهربت مع عشيقها هو ده عشيقها خلاص ساعتك ايه عملت ايه كله تمام الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد يلا ايه الدوله مش عارف خليك انا اروح اشوف ايه لا انا جاي معاك بيتك ده انت تقيل قوي ما قلت لك يا ناهض هيضربوك بس ما سمعتش كلامي اصبر بقى لغايه ما يجوا اه متاخروا كده ليه يلا لا اهو جاي اللي بعد المكتب بالمنظر ده ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ لمؤاخذة سعادة الباشا، أصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب أبيض يعني، قمت موريهم الرجولة إزاي؟ أنا يا باشا أنفع للشغلانة دي 100 كده. شغلانة؟ قول مش معقول إيه؟ امشي يا ريت يلا يلا روح أنت على البيت دلوقتي. خرب بيه عاوز أقول لك حاجة مهمة. تعالى معايا. أوعى تتحرك من هنا.
هيجرب بيه. انا عاوز اقول لك هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازن. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. وما طلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصلوا طلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك، ايوه لا دي الصوره فيها هنا عليك، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاس او الكاسه. مين ده؟ انا. انت؟ في الاوضه عندي. في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه. قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ما ينفعش اسمي والعيله على طول. ابوك اسمه لا لازم ايه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه يا ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح. ليه؟ يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. ربنا يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سلام يا سالم، اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس؟ عصبي من عمايلك فيا. بس انا عصبي. يا واحده شويه، مش عارف عصبي ايه ده؟ شويه تعبتني تعبتني. ايه تعبتني؟ بس ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. وعمرت ايه يا واد؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه يا اخويا؟ بأمرت العرق اللي بتاكلها كل ليله يا ياض؟ اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص، انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا ابني يا بابا. يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا مش هسيبك يعني، مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعال هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ مالك حاله يا اخي؟ اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا ايه؟ ويترفد ويبقى صاحي زيك.